مرحبا في حلقة أعدها للإذاعة نور الدين الهاشمي. بطولة أساليب المشرفين صلاح بن جمع الرئيسي المخرج المساعد محمد بن عامر الوقت أحمد بن دبيس الحمدان أصاب ابنه السليم ومساعده راشي وأعطى خويا من الغرامة في مشروع الجنة حين استشعر الجنون في تجري ذلك اليوم البداية في شهر يناير ومنذ السيوف الأولى لأشعة الشمس شعر إيجابية وارد مكتوب وقد انتشرت فوق المياه الضخمة في غبة حشر. كان صياد الأشهر الثلاثة قد بدأوا في اصطياد الغزلان وكان داخل في خالد الرابعة في خوارج